السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للدرس السابع في الوحدة الخامسة، المرجع في الرياضيات للمستوى الثاني. إذا عنوان درس اليوم الضرب، التقنية الاعتيادية، الحصة الثانية ملتيبليكاسيون تكنيك ايديال. الأهداف التعلمية: أتعرف التقنية الاعتيادية للضرب بالاحتفاظ وأوظفها. لأن سنتعرف التقنية الاعتيادية للضرب بالاحتفاظ ونقوم بتوظيفها. أضع وأنجز تقنية الضرب لعددين، أحدهما مكون من رقمين والآخر من رقمين أو ثلاثة بالاحتفاظ. إذا لنبحث ونطبق. اشترت عائشة 5 كتب بثمن 26 درهما للكتاب الواحد، كما اقتنت خزانة ثمنها 97 درهما. إذا كم كلفت هذه المشتريات؟ أول شيء غنحسبوا الثمن ديال الكتب. ثمن الخزان حنا عارفينه، ثمن الكتب هو 26 كتاب، 26 درهم لخمسة كتب. إذا ثمنه الكتب، ثمن الكتب 26 ضرب 5، 26 ضرب 5. إذا نوضعوا العملية عموديا: 26 ضرب 5، 6 × 5 = 30، 0 وأحتفظ بـ3، 5 × 12 والاحتفاظ 13. إذا ثمن الكتب هو 130 درهما، إذا 130 درهما. إذا اقتنت خزانة 97 درهم، كم كلفتها هذه المشتريات؟ إذا كلفتها هذه المشتريات 130 درهم وثمن الخزانة 97. إذا غناخدو ثمن الكتب غنضيفو على ثمن الخزانة. إذا 130 درهما زائد 97 درهما. إذا دابا غنديرو عملية الجمع: 130 زائد 97، 0 زائد 7 7، 3 زائد 9 9، 10 11 12، 2 وأحتفظ بواحد، 1 زائد لا شيء 1 والاحتفاظ 2. إذا 227 درهما كلفت هذه المشتريات، 227 درهما. إذا ألاحظ المثال ثم أنجز. لاحظوا معي المثال: 36 × 23. أول حاجة كنقوم بها كناخدو عددي السطر الأول كنضربوها في 6، كناخدو كنديرو 3 × 6 18، 8 ونحتفظ بواحد، 2 × 6 12 والاحتفاظ 13، ونكتبها كاملة. كنرجع للسطر الثاني، كنرجع للسطر آخر، كنوضع واحد النقطة هنايا وكنضرب 3 كذلك في عدد السطر الأول: 3 × 3 9، 3 × 2 6. إذا 6 هنا كنوضع واحد السطر، ثم كنقوم هنا بالعمليات ديال الجمع ديال أعداد السطر الأول مع السطر الثاني، عملية الجمع. إذا 8 زائد لا شيء 8، 9 زائد 3 12، 2 وأحتفظ بواحد، 6 زائد 1 7 والاحتفاظ 8. إذا نفس الشيء نطبقه مع العملية الأخرى: 132 ضرب 2، 132 ضرب 2، 2 ضرب 2 4، 2 ضرب 3 6، 2 ضرب 1 2، 214 ضرب 3، 4 ضرب 3 12، 2 أحتفظ بواحد، 1 × 3 3 والاحتفاظ 4، 3 × 2 6. إذا 642. الآن غنضربو عدد مكون من رقمين في عدد مكون من رقمين، غنطبقو القاعدة اللي شفنا قبل. إذا 24 ضرب 15، إذا 24 ضرب 15، 4 ضرب 25، 0 وأحتفظ بـ2، 2 ضرب 15 والاحتفاظ 11، 12. إذا 12 نكتبوها كاملة. باش نضربو واحد كذلك في هاد الأعداد ديال السطر الأول، غنوضع واحد النقطة ونضرب 1 × 4 4، 1 × 2 2، وندير هنا عملية الجمع: 0 + 0 = 0، 2 + 4 = 6، 1 + 2 = 3. إذا 360. الحصة الثانية أضع وأنجز. إذا نضع وننجز. إذا 100
وتسعة وثلاثون ضرب خمسة كم تساوي؟ تسعة في خمسة خمسة وأربعون، خمسة وأحتفظ بأربعة، ثلاثة في خمسة خمسة عشر، وأربعة ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر، تسعة وأحتفظ بواحد، خمسة في واحد خمسة والاحتفاظ ستة، إذن ستمائة وخمسة وتسعون. خمسة وسبعون ضرب ستة، ستة ضرب خمسة ثلاثون، صفر وأحتفظ بثلاثة، ستة ضرب سبعة اثنان وأربعون، ثلاثة وأربعون، أربعة وأربعون، خمسة وأربعون، إذن أربعمائة وخمسون. ثلاثمائة وخمسة وأربعون ضرب اثنان، اثنان ضرب خمسة عشرة، صفر وأحتفظ بواحد، أربعة ضرب اثنان ثمانية والاحتفاظ تسعة، اثنان ضرب ثلاثة ستة، إذن ستمائة وتسعون. مئة الجداء الأخير، مئة وستة وعشرون ضرب سبعة، سبعة في ستة اثنان وأربعون، اثنان وأحتفظ بأربعة، اثنان في سبعة أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، ثمانية وأحتفظ بواحد، سبعة في واحد سبعة والاحتفاظ ثمانية، إذن ثمانمائة واثنان وثمانون. الضرب لا ميلتيبليكاسيون، التقنية لا تكنيك الاعتيادية ابيتويال. احسب جداء كل عددين مكتوبين بنفس اللون، اذا كل عددين مكتوبين بنفس اللون، مثلا 28 ضرب 35 و 53 ضرب 14، اذا 28 ضرب 35 مكتوبين بالازرق، 5 ضرب 8 40، 0 واحتفظ بأربعة، اثنان ضرب خمسة عشرة والاحتفاظ احدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، اربعة عشر، اذا اربعة عشر. ملي كنبغيو نضربو العدد الثاني كنوضعو واحد النقطة ونضرب على الاحتفاظ القديم، اذا ثلاثة في ثمانية اربعة وعشرون، اربعة واحتفظ باثنان، ثلاثة في اثنان ستة، زائد اثنان سبعة، ثمانية، اذا ثمانية. وهنا غنديرو عملية الجمع، صفر زائد صفر صفر، اربعة زائد اربعة ثمانية، واحد زائد ثمانية تسعة، تسعمائة وثمانون. ثلاثة وخمسون ضرب أربعة عشر، أربعة ضرب ثلاثة اثنى عشر، اثنان وأحتفظ بواحد، أربعة ضرب خمسة عشرون والاحتفاظ واحد وعشرون، إذا نضربو على الاحتفاظ القديم، إذا واحد في ثلاثة ثلاثة، واحد في خمسة خمسة. إذن ما ننساوش نضعوا النقطة قبل ما نضربوا العدد الثاني، إذن اثنان زائد صفر اثنان، واحد زائد ثلاثة أربعة، اثنان زائد خمسة سبعة، إذن سبعمائة واثنان وأربعون. أكتشف الأخطاء وأصححها، إذا عندي جوج ديال الجداءات، أكتشف الأخطاء ثم نقوم بتصحيحها. سبعة في ستة اثنان وأربعون، اثنان وأحتفظ بأربعة، سبعة في صفر صفر والاحتفاظ أربعة وليس واحد، إذا نقوم بتصحيح العملية الجداء الأول، مئة وستة ضرب سبعة، سبعة ضرب ستة اثنان وأربعون، اثنان وأحتفظ بأربعة، سبعة ضرب صفر صفر والاحتفاظ أربعة، سبعة في واحد سبعة، ستة وعشرون ضرب اثنان وثلاثون، ستة في اثنان اثنى عشر، اثنان وأحتفظ بواحد، ست اثنان في اثنان أربعة والاحتفاظ خمسة، إذا هنا ما خليناش واحد الفراغ أو الرتبة أو النقطة عاد خدمنا العملية. إذا هنا وقع الخطأ، ستة وعشرون ضرب اثنان وثلاثون، اثنان في ستة اثنى عشر، اثنان وأحتفظ بواحد، اثنان في اثنان أربعة والاحتفاظ خمسة، نضع النقطة أو الرتبة، ثلاثة في ستة ثمانية عشر، ثمانية وأحتفظ بواحد، ثلاثة في اثنان ستة والاحتفاظ سبعة، ونوضع هنا عملية الجمع، اثنان زائد لا شيء اثنان، ثمانية زائد خمسة ثمانية، تسعة عشرة، احدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، إذا ثلاثة عشر، ثلاثة وأحتفظ بواحد، سبعة زائد واحد ثمانية، أضع وأنجز، إذا نضع وننجز الجداءات، ستمائة واثنان وسبعون ضرب أربعة، أربعمائة و
53 ضرب 2 375 ضرب 2 123 ضرب 7. إذا 2 ضرب 4 8، 7 ضرب 4 28، 8 وأحتفظ ب 2، 6 ضرب 4 24 والإحتفاظ 26، 3 ضرب 2 6، 2 ضرب 5 10، 0 وأحتفظ ب 1، 4 ضرب 2 8 والإحتفاظ 9، 5 ضرب 2 10، 0 وأحتفظ ب 1، 7 ضرب 2 14 والإحتفاظ 15، 5 وأحتفظ ب 1، 3 ضرب 2 6 والإحتفاظ 7، 3 ضرب 7 21، 1 وأحتفظ ب 2، 7 ضرب 2 14 والإحتفاظ 15، 16، 6 وأحتفظ ب 1، 7 ضرب 1 7 والإحتفاظ 8، إذا 861. إذا السؤال الخامس، رتب علي صوره في ألبوم من 24 صفحة، إذا علمت أنه ألصق 7 صور في كل صفحة فما هو عدد الصور التي عند علي؟ إذا علي رتب صوره في 24 صفحة، كل صفحة لصق فيها 7 ديال التصاور، ألوغ ما هو العدد الصور التي عند علي؟ إذا عدد صوري التي عند علي هي، خلي المكان في ندير العملية عمودية، إذا 24 ضرب 7، إذا 24 ضرب 7، 4 في 7 28، 8 وأحتفظ ب 2، 2 في 7 14 والإحتفاظ 15، 16، إذا 16، 168 صورة، 168 صورة، 168 صورة. أضع وأنجز عملية الضرب ثم أكتب تحت كل عملية اسم الطفل الذي أنجزها. إذا 52 ضرب 16، 2 في 6 12، 2 وأحتفظ ب 1، 5 في 6 3 31 النقطة، في 2 2، 1 في 5 5، 2 زائد لا شيء 2، 1 زائد 2 3، 3 زائد 5 8، إذا 832، 832 هي اللوحة التي يحملها أحمد، أحمد، إذا 107 ضرب 9، 107 ضرب 9، 7 ضرب 9 63، 3 وأحتفظ ب 6، 9 في 0 0 والإحتفاظ 6، 9 في 1 9، إذا 963 تحملها مريم على لوحتها، إذا مريم والعدد التي تحمله مريم، إذا 86 ضرب 9، 9 في 6 54، 4 وأحتفظ بخمسة، 5 في 8 في 9 72 زائد 5 73، 74، 75، 76، 77، إذا 77، إذا 774 يحملها علي، علي هو الذي يحمل هذا الرقم على لوحته، 28 ضرب 32، 8 في 2 16، 6 وأحتفظ ب 1، 2 في 2 4 والإحتفاظ 5. أضع النقطة ثم أبدأ بضرب العدد 3 في أعداد السطر الأول، 8 في 3 24، 4 وأحتفظ ب 2، 3 في 2 6 والإحتفاظ 8. الآن غنقوم بعملية الجمع، 6 زائد لا شيء 6، 5 زائد 4 9، 8 زائد لا شيء 8، إذا 896 وهو الرقم الذي تحمله زينب على لوحتها، العدد الذي تحمله زينب على لوحتها، زينب. أتمنى أنه يكون واضح. نظمت أسرة تتكون من الأب والأم وطفلين رحلة إلى إفران،
إذا أسرة تتكون من الأب الأم وطفلين، إذا العدد ديال الأسرة هو أربعة. إذا أربعة رحلة إلى إفران، كم صرفت هذه الأسرة إذا علمنا أن التكلفة بلغت 234 للشخص الواحد؟ إذا عندنا كل شخص صرف 234، هما أربعة ديال الأشخاص، إذا 234 ضرب أربعة، إذا صرفت هذه الأسرة 200، العملية عمودية 234 ضرب أربعة، إذا 234 ضرب أربعة، أربعة ضرب أربعة 16، ستة واحتفظ بواحد، ثلاثة ضرب أربعة 12 والاحتفاظ 13، ثلاثة واحتفظ بواحد، اثنين ضرب أربعة 8 والاحتفاظ 9، إذا 936 صرفت هذه الأسرة 936 درهما. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، أضرب لكم موعدا في فيديو قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامة.